أما الآن إلى شباك المسؤول ومساحة المبادرات المجتمعية الهادفة. مبادرتنا لليوم من الجزائر، حيث استخدم مجموعة من الشباب موقع فيسبوك للتنسيق لفاعلية لتبادل الكتب والأفكار والمناقشات الثقافية. تحت ظل سيف الأمير عبد القادر الجزائري الذي حارب الاستعمار طيلة 15 عاما، قرر السيد أحمد وشباب آخرون إعلانها حربا من نوع آخر، حرب على الجهل والأمية وانعدام القراءة. اجتمعوا هنا لتبادل الكتب ومعها الأفكار في مبادرة كانت حبيسة موقع فيسبوك ثم غدت تجسيدا على الواقع. جيت لهنا لهذا الحدث لتبادل الكتب مع ناس يعني اللي شاركوا في هذا الحدث، أولا لتبادل أفكار وكتب اللي قريناها، ثانيا هو لتعرف على الناس اللي يعني يقرأوا كتب هنا في العاصمة، وعاصمة يعني وضواحيها. تصنف الجزائر وشقيقاتها من الدول العربية ضمن نطاق المحدود جدا في عدد الكتب المقروءة مقارنة بنظيراتها في الدول الغربية، ولعل من أسباب ذلك مثالا لا حصرا ارتفاع سعر الكتب. هذه الكتب قد لا تكون في متناول شريحة واسعة من الناس. كاين كتب غاليين بزاف، ما شغل واحد يحب يقرا ما عندوش دراهم شغل ما يقدرش يشري الكتاب هذاك، ملقى كي يحب يقراه، مي تبادل الكتب هذا يقدر شغل لو دوموند شغل اسكو عندكم الكتاب هذا و فوالا يديه يقراه، سي با لابان يشري. مبادرة هؤلاء الشباب قد لا تكون حلا جذريا لأزمة القراءة في الوطن العربي، لكنها نقطة مضيئة في بحر مليء بالنكسات. قيل عن الكتاب بأنه خير جليس، إلا أن الإخلاص له بالنسبة لعشاق الكتب بتبادله مع الآخرين وليس الاحتفاظ به في رفوف المكتبات، لا سيما وأن الكتب الجديدة قد لا تكون في متناول الجميع. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. ينضم إلي من الجزائر الأستاذ عبد الرحمن زيزي، أحد الشباب المشاركين في فعالية تبادل الكتب. أهلا بك عبد الرحمن إلى حلقة شبابيك. إذا من حدث على وفعالية على الفيسبوك إلى حدث حقيقي على الواقع، كيف كان الإقبال من الشباب على هذه الفعالية؟ أولا السلام عليكم. الإقبال كان جد رائع، كان جد رائع، والمبادرة كانت حسنة، وخصوصا أن نحن في الجزائر نعاني من ضعف ثقافي وضعف المقرئية، وهذه المبادرات تشجع الشباب على المزيد من الإقبال على الكتب، وكانت فعالية رائعة. هل نوعية الكتب اللي كانت موجودة، شو أكثرية الكتب أو أكثر الكتب التي تم تبادلها فيما بينكم نوعيتها؟ هل كتب سياسية، روايات فلسفية، اجتماعية؟ ما نوعية الكتب؟ من الإيجابيات هذه الحملة وجدت أن المشاركين فيها ليس فقط الشباب بل حتى الناس الكبار في السن من شيوخ، ولكن من السلبيات أن الكتب لم تكن فيها تنوع، يعني أغلبها غلبت عليها الكتب الرواية الكتب الأدبية، فلم نجد هناك تنوع من كتب سياسية أو كتب فلسفية. أنا شخصيا كنت أبحث عن الكتب الفلسفية فكانت قليلة ونادرة جدا. في الأغلب كانت روايات. في هذا الشأن ذكرت بأن الروايات هي الغالبة التي كانت موجودة. من قبل من يعني من هي الفئة، من الفئة العمرية التي كانت موجودة هناك والكتب الروايات هي المتداولة أكثر فيما بينها؟ لاحظت أن الفئة العمرية شباب، أغلبهم شباب، والشيء الذي أعجبني أكثر أني لم أجد فقط الشباب ومن هم فوق سن الشباب، بل لاحظت حتى الفئة الكبار السن الشيوخ
لقد شاركوا في هذه الحملة. هذا الشيء أعجبني، والأغلب الكتب كانت تميل إلى الروايات. أظن أن نسبة كبيرة من الجزائريين يعشقون الروايات، ربما لأن الروايات تأخذ القارئ في تنوع. نعم، ربما لأن الروايات عادة تأخذ القارئ إلى واقع يختلف عن واقعه، إلى يعني ربما في ظل هذا الواقع العربي الأليم، فربما الشباب بحاجة إلى الروايات. أريد أن أسألك عن الأعداد المتواجدة، نتحدث عن كم شخص تقريبا حضروا هذه الفعالية؟ لا أستطيع أن أقول لك الأعداد، أعداد الأشخاص بدقة، ولكن لم يكن عددهم قليل أو متوسط أو حتى حسن، كانوا كثيرا. نعم. ليس كثيرا جدا، ولكن يعني مستوى جيد. نعم. كثير. هل تفكر بفعاليات يعني بفعاليات نعم بفعاليات مشابهة مقبلة؟ بالتأكيد بالتأكيد، أنا شخصيا شاب أحب كثيرا الثقافة، وثقافتي كشاب أحب الثقافة المرئية، يعني أستهلك كثيرا من الأفلام الوثائقية، وخاصة وأيضا أفلام الوثائقية التي تبثها قناة العربي. ولكن أريد أن أنمي جانب المقروء، يعني لكي أعمل توازن بين الثقافة المرئية والثقافة المقروءة. ولذا أنا أريد أنمي الجانب المقروء، فهذه في هذه الحملات والندوات الثقافية من أجل الكتاب تشجعني وتحمسني لكي أنمي الثقافة المقروءة. أكيد سنكون معك، أريد أن أشارك في كثير من المبادرات. نعم، سنكون معك عبد الرحمن في كل فعالية تطرحها من هذا النوع، ونغطيها أيضا. أشكرك عبد الرحمن زيزي، أحد الشباب المشاركين في تظاهرة تبادل الكتب على هذه المشاركة. شكرا لك.